التليفون ديالي تهرس لي على النهار ديال الحادث، وخلاص انا كنتو عارفين انني انا خارجه من الدار وما كايناش في داري، فما عنديش لا كاميرا، ما عنديش لا لابتوب، ما عندي حتى شي حاجه باش نصور لكم. حتى انا بغيت نصور لكم وكنت باغاكم تعيشوا معايا هادشي اللي كنعيش. هاد الشنق لكم هاد العداء، ماشي العذاب، يلاه اللي دز على الراس مزيانه. المهم كما كتعرفوا انا دابا راه معايا، حيت كتسولوني بزاف فقلت ضروري ندير هاد اللايف، وللاسف كما قلت لكم اللايف الاخر تمسح ليا. فدابا معايا هيونا، الحمد لله جات عندي من بعد اسبوع، وان شاء الله الابن ديالي زايد راه غادي نتجمع فيه، توحشتو بزاف وبغيت نبكي ليكم. هادشي اللي كاين، صحة سنينات درتهم طبيعيين. فأنا دابا جالسة مع الصديقة ديالي وكنتسناو إن شاء الله الإجراءات القانونية تاخد الإجراءات ديالها باش نقدر نرجع للدار، ورجع أنا وبنتي عند ولدي. الله يسهلها يا رب، باش نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله. ف الله يسامحك ويرزق وليداتك. شنو بغيت نقول لكم؟ المهم يعني الحمد لله حنايا هادشي ماشي درناه بوز. عندي واحد التليفون عيان سامسونج عادي جدا، شريته ب 600 درهم. لا انا مازال ما طلقتش، ولكن حنا في الاطار ديال الطلاق كما قلت لكم. في الواحد كل واحد شنو نقول لكم، الواحد كيتلاقى خوت كيتفارقوا خوت، ونتمنى ان هذا الشيء ما يبقاش يزيد يطول بزاف. وما كاين حتى شي مرة كتخرج من دارها، الا انا ما خرجتش من داري، راه قلتها لكم، قلت لكم انا يعني ماشي انا اللي خرجت من داري، ظروف نهار ديال الحادث فما قدرتش نرجع للدار. هزاي بلاصتكم هزايتو هاي، حيت بزاف كتسولوني على الدار، كنقول لكم راه ماشي انا اللي خارجه من داري، واش كاينه شي وحده غتبغي تبقى من دار لدار. ولكن كنتسناو القانون هو اللي رجعنا للدار ديالنا الحمد لله. ف كاين بزاف ديال الحوايج انا تنبغي نشارككم كلشي، ولكن بما حنا هنا في دولة الامارات ما يمكنش كلشي غيتشارك، لانه كاين شي حوايج غترجع ليا انا، فهمتوني؟ مادام انا دابا فواحد الفتره جد حرجه، ان شاء الله من بعد ما وكاين شي حوايج اللي عن جد مع مرة تعاود غتبقى. لانه انا نقول لكم واحد الحاجه، هذه كنقولها لجميع القنوات اللي كيهضروا عليا، قسما بالله العلي العظيم حتى واحد ما عارف شنو هو السبب. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم الا ما خرجتش انايا، ما خرجتش انايا شي حاجه من فمي، هذاك الشيء كامل كذوب، يعني الا انا او مثلا المقربين ليا، فهمتوني؟ يعني كلشي كلشي كيكذب، غادي نسمعوا مكطيح البقره كيقواو جناويه. يعني بزاف ديال الناس اللي كيتهمونا حنا هادشي درناه كذوب، حنا الغرازي نوريوهم حنا راه دايرين الحجاب. اول حاجه بغيت نقول لكم انا ما عمرني في حياتي قلت عشان يعني كاين اللي كيقول 33 غرزة، كاين اللي كيقول 10 ديال الغرات، كاين اللي كيقول 20 غرزة، كاين اللي كيداروا لي هنا عينيا زورق. هذاك الشيء ما عمرو كان، انا مغرزة هنا 4 ديال الغرزات، اول مرة غادي نقولها 4 ديال الغرزات فقط اللي مغرزة. وفي هذه البلاصة يعني داك الشيء كامل اي حاجه، يعني تنشوف بزاف ديال القنوات اللي طلعوا اللايفات ديالهم واللي ضاربين لهم 200,000، والناس مساكن كيهضروا مع دوك اللايفات بحال انا، يعني بحال واحد القناه لقيت خدات اللايف ديالي ضاربه تقريبا شي 250,000 وشي 1500 كومونتير. للاسف راه ماشي انا هي ديك القناه. انا اصلا غادي نمسح الفيديوهات، غنخلي غير الفيديوهات ديالي انا بوحدي، فانا في اطار قاصه كنمسح، راه مسحت تقريبا شي 4، فكننقي شويه بشويه. المهم شنو بغيت نقول لكم، كاينين بصح انا ماشي ضد المنتقدين، انا مع المنتقدين اللي كينتقدوا، ماشي كاينين شي قنوات يكذبوا داكشي، واش كاين شي واحد كيبغي الشوه وكيبغي الفضيحه؟ او ما
كاين شي واحد اللي كيبغي يخرج من دارو يسمح في ولدو مسكين ما شايفاش اسبوعين. وكما كتعرفوا نتوما عارفه ان هادشي دايز عليا وعندي قصه قبل ومفروقه من ولدي. ممكن شي وحده الا اذا كاين شي سبب فهمتوني، وماشي سبب واحد الا اذا داكشي تراكم. كما قلت لكم صافي الواحد كينفجر، الواحد كيطرطق، ما كيبقى ليش، لانه ما كايناش شي وحده في الدنيا اللي غتبغي تفرق لا على عائلتها لا على وليداتها. الام ديالي مشات للمغرب من زمان، وبغيت غير نقول لكم انا اي حاجه كتشوفوها في انا براسي كنشوف دوك الفيديوهات كنتخلع، وانا نعاود نقولها حيت بزاف اللي ما شافوش اللايف ديالي وتمسح لي للاسف، هذا غنخليه عندي في القناه. انا ندمت كل الندم لانني خرجت داك ستوري، وفي ديك اللحظه من خرج داك ستوري كما قلت لكم كنت بوحدي، يعني انا كنت بوحدي ما حسيت معايا حتى شي واحد في ديك اللحظه. يعني تخيلوا انا في المستشفى وداك الشيء سمار والبنات جاو حتى الاخر، يعني ما حسيت بان لي حاجه وحده اني غنهز التليفون ديالي. طبعا كان عندي تليفون ايفون سامسونج كنبقى غنهز وغادي نبين كاع، يعني اي وحده اي وحده كتعاني من العنف هي اللي غتقدر تحس بيا. طيب اوكي، انسان اذا بغى يتصالح مع شي واحد راه عطيناهم فرصه وفرصه وفرصه، ماشي اجي اليوم نضربك ونسامحك وثاني مره نضربك ونسامحك وثالث مره نضربك ونسامحك وثالث مره نسبك ونسامحك ونبقاو حنا غير نتسامحوا. واش فهمتوني؟ يعني ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق. واش فهمتوني؟ حيت اللي كيمد يديه مره وهذا صافي، يعني وماشي نهضروش حنا على الضرب. اوكي نقولوا حنا نهضروا على الكلمه الخايبه بزاف ديال الحوايج. المهم حاجه اخرى شنو بغيت نقول لكم، شي حاجه دابا اللي كنت باغي نهضر عليها بزاف، هذا الموضوع خاصني ضروري نطرح. كتبقاو تقولوا علاش نتوما اليوتيوبرز كتبينوا الحياه السعيده وكتبينوا انكم تتعيشوا مزيان وانكم داكشي؟ انا ما عمرني ما قلت انني ما كنتش عايشه مزيان، بالعكس انا جات واحد الفتره كنت عايشه مزيان، كان كل احترام المتبادل، ما كان لا عنف لا حتى شي حاجه، يعني كنا عايشين بخير. ولكن سبحان الله وما قدر الله كتجي واحد الفتره كيتقلب على كل شيء. كما قلت لكم ماشي انا اللي كنعلم بالغيب، لان لو انا كنعلم بالغيب ما كنتش تزوجت المره الاولى وما كنتش تزوجت المره الثانيه وما كنتش ولدت المره الاولى وما كنتش ولدت. فحنا فكريشت من امواتنا ما كنعرفوش شنو غادي يوقع. بعض المرات كتكون الحياه زوينه تجي فجاه كلشي كيتقلب، الانسان ما كيبقاش قادر على الحياه. راه ما يمكنش شي وحده غادي تجي مره وحده هكا تفرقع الا اذا يعني الا اذا صافي الواحد كيخيخ. وحتى واحد ما عارف شنو كان بيناتنا، فهمتوني؟ كما قلت لكم كتبقاو تقولوا لي واش تو ولاد بلادكم، وانا ولاد بلادنا حتى هما ما لقيناش فيهم الخير، كل لقينا فيهم الخير كنا رحنا جالسين معاهم دابا والدي معاهم شي 10 د الاولاد. داكشي مكتوب ونصيب عند الله سبحانه وتعالى. اللي كيتشفى فيا راه كيتبلع، لأن الدنيا دوار رجل هنا ورجل تمك. راك تسمعوهم ملوك وكانوا عايشين بخير، وفترة جات وحدة طبق ما بقى ولا واحد ما فاهم حتى شي حاجة. يعني هذا أنا إنسانة ضعيفة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشي بغيت نقول لكم، يعني ماشي كتبقى تقولوا لي انتوما كتبينوا الكذوب. انا الحمد لله عمرني بينت الكذوب في القنوات ديالي نهائي، في الفيديوهات ديالي نهائيا، وانا ما درتش هادشي بوز. كنت كنكون عايشه مزيان راه كنقول انا عايشه مزيان، النهار اللي فاض بيا الكاس راه خرجت وطرطقت وندمت كاع، يعني عندي عائلتي عندي ولدي كبير، يعني داكشي بصراحه الشوه حتى واحد ما كيرضى على راسه الشوه، وخاصه انا انسانه ما تترضاش. يعني واش بنادم عاد داير اسبوع عاد فرحان عاد كضحك عاد تنشط هادشي مره واحده باش تشفى فيك؟ يعني شنو نقول لكم، من سبع المستحيلات. هادشي اللي كاين راه قال لك راه ملتج وكيحتاج، بحال دابا انايا خارجه صفر. وبغيت نقول كاين بزاف ديال القنوات اللي كيقولوا المشاكل خيانه، لا اقسم بالله العلي العظيم ما كاينش خيانه وما كاينش الصفات ما كاينش الطمع. يمكن شي حوايج ما بين الرجل والمراه ما يعلم بهم الا الله سبحانه وتعالى. اذا الملائكه ما بين الرجل والمراه ما كتبقاش كطير. دابا حنا كلشي عندنا في الاجراءات القانونيه كتاخذ، عندي دابا الجلسه الثانيه
وان شاء الله، لانه انا عندي كان عندي المشكل قبل، ومع مني خرجت قلت لكم انا راه فتره الطلاق وداك الشيء. فالجلسه الثانيه قريبه ان شاء الله، دوزنا الجلسه الاولى قبل هذا المشكل، وكنت ساكته مع مني درت بها البوز مع مني ولا كنتكلم حتى الميحات صغيره. وبالنسبه قالها هو كيقول لي ما دايراش الغراز وداك الشيء، الغراز هنا انا دايره الحجاب يمكنش نعري شعري باش نوريكم الغراز، هذه امبوسيبل، ما شافهاش حتى المعني بالامر، احنا غير صغبه وحده كتبان لينا كتشوهونا عليها اسنك داك الشيء اللي كاين. ان شاء الله دابا غناخذ تليفون باذن الله، حيت اللابتوب والكاميرا وداك الشيء كلشي بقى في الدار، عارفيني خارجه على عبايتي اللي تقطعات عليا على مهم هذا الشيء اللي كاين. لا لا مستحيل خلاص لا رجع. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى داك الشيء اللي كاين. الحمد لله كل التعليقات الحمد لله. شكر خاص واحد البنت اجي شكر خاص مورا تا هي خلاص مورا كلشي عارفه. هاد البنت عاشت معايا خلاص مورا تا هي كانت معايا وداك الشيء طبعا، مي هاد البنت بغيت نعرفكم عليها. هذه اللي كانت مسكينه كتضرب بيا من مركز لمركز من مستشفى لمستشفى، ومع مني طاقيتها ومع مني. والدري عنده عامين والبنت يزيدوا في التعن، يشوفوا زعما المشاكل والغوا داكشي كيأثر على الوليدات. فانا هادشي اللي كنت غادي نديرو غنديرو على وليداتي قبل عليا انايا. وهادشي اللي كاين. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ ما تيقوش بالقنوات وما تيقوا حتى شي حاجه. وانا بيان سور ما غاديش نبقى جالسه في الدار ودايره يد على يد، كفايه انني كنفكر في ولدي زايد وفي داري خارجه كما قلت لكم بلا حتى شي حاجه. فطبعا غنوض نخدم على راسي حتى انايا، لانه عن جد دابا ما كاينش شي واحد اللي غادي يعرفني بالدرهم، خاصه بزاف ديال الاخوات اللي كيقولوا لي على كيقولوا لي على واش انت ما عندكش الفلوس. طبعا انايا فلوس اليوتيوب وداك الشيء نقولها لكم انا ما عنديش الحين، مع اقامتي مثاليه فوقفوا عليا كل شيء، موقف عليا البنك، موقف عليا رقم التليفون. تقريبا دابا 4 شهور الاقامه مثاليه، فكيعطوك واحد شهرين 3 شهور تاع رقم التليفون وقفوه ليا، والبنك حتى هو موقفين عليا، فما نقدر لا نسحب لا فلوس لا والو. فكون كانت عندي كون ما كانش موقف ليا البنك كنقدر نخرج نشري تليفون نشري كاميرا ونمشي نسكن في اوتيل، وما نسكنش عند الناس فهمتوني. ولكن الحمد لله هادشي اللي عطى الله. انا ما كايناش مع سمر حيت انا ما كايناش عند سمر، جالسه مع صاحبتي الله يعمرها دار، هزاني هزا بنيتي ومقابلاني وتايت نشكرها. طبعا انسانه بعيده على اليوتيوب بعيده على السوشيال ميديا، بغات تخلي راسها هادشي اللي الله دايره. فهادشي اللي كاين. تقولوا لي على الاقامه، الاقامه ما نقدرش نديرها دابا حيت حنا في فتره الطلاق، فان شاء الله غادي نديرها من بعد على وليدي زايد باذن الله. هادشي اللي كاين. انسانه غزلان عمرها 33 سنه، شنو نقول لكم؟ من 16 سنه وانا كنعاني، ولي داز على هاد الراس ما داز على حتى شي حد. عانيت بزاف عانيت بزاف وحق الله، كون كنت شي وحده بحالي كون ما نعرفش شنو دارت في راسها. ولحد الان الحمد لله ماشي ما نكذبو، جات فترات كنت عايشه بخير كنت عايشه مزيان كنت هذا، وكن عانينا في حياتنا عانيت قبل وقبلو، ودابا انا كنعاني. كيقول لك الله يجعل اخرتك حسن من اولتك. ممكن انا عند الله سبحانه وتعالى، لان كل مؤمن مصاب، ممكن عند الله سبحانه وتعالى. حاجاني هذا الموضوع بزاف، يعني انا يا والده فاتحه كرشي سبعه ديال الطبقات والنار الثاني مدوشه، فاي واحد من واش نتوما عباد الله دايرين ثلاثه ديال، انا دايره اربعه ديال الغرزات اوكي، وما غنغسلش الغراز. دابا تبارك الله حنا راه في 2021 راه تيديروا لك ديك الفاصمه ديال ووتر بروف، يعني دابا بالله عليكم اخوتي اخواتاتي باش تعرفوا سوري على الكلمه، يعني على اللي تي بحال دابا اللي تينتقدوا داكشي، واش حنايا مشرقين كرشنا والنهار الثاني كيدخلوا في البرمليات كيدوشوا لك كامل؟ راه كاينين فاصمات ووتر بروف كاين. واش عباد الله اللي دار الغراز ما كيمشيش للحمام؟ دابا حنا دازت اسبوعين على هذا الشيء، راه من نهار 22 حنا حسبوا دابا نهار الجمعه غنكملوا اسبوعين. علاش ما جددتش الاقامه قبل؟ يعني كانوا عندي مشاكل فهمتوني.
ترى داكشي اللي قلت لكم، ماشي انايا مره وحده جيت تفرقعت ان شاء الله. طبعا نصلي صلاه الاستخاره، طبعا هادشي كامل. الام ديالي رقت لكم مشات المغرب قبل الواقعه، داكشي غيبقى بيني وبينه، لان هاد اللايفات كيبقاو مسجلين طول الحياه، وما يمكنش داكشي يخرج. ولادي ان شاء الله من غيكبروا يبقاو يسمعوا امو الام شنو علاش وعلاش داكشي، صافي ما يمكنش. كاين شي حوايج اللي كيتسروا يعني، ما لا تقول اسرار بيتك. انا مو طالع لايف اقول اسرار البيت ولا اي شيء، انا طالع بس اقول كم كلمه حبيت اوجهها لناس معينين. يعني انا ما قاعد اعمم على الجميع، قاعد اتكلم على ناس وفئه معينه اللي هم أصحاب الفتنة وأصحاب الإشاعات واللي طلعوا عليه كلام واللي داخلين على اليوتيوب تعالوا شوفوا. يعني معقولة أنا أمس عشان أهدي النفوس، أوكي، عشان نتفاهم أنا وزوجتي ونتفاهم ونحل مشاكلنا، اليوم داخلين علينا كاتبين في اليوتيوب من أول جلسة تسقط الحضانة للغزلان. أولا بيني وبينها للحين ما في أي شيء، ما في مشاكل نفس ما أنتم قاعدين تتوقعون. ثاني شيء، أنا أمس تواصلت مع أختي سمر وقلت لها كلمي غزلان عشان تشوف البنت، يعني أنا بجيب البنت عندها عشان تهدى وترجع للبيت. بس هذا كان الموضوع كامل. دخلت وسويت قصة منكم ومن نفسكم على شنو؟ يعني أنا المشكلة مش قناة واحدة، قنوات. أنا لو أتكلم قلت له طلعوا كثير قنوات نفس ما قلت أن قاعدين يطلعون علي إشاعات، مش علي أنا وعلي، يطلعون علينا إشاعات. وثالث شيء في الموضوع، أوكي، أنا ما أحب الموضوع يكون واضح كل شيء بيني وبينها إيش قاعد يصير في السوشيال ميديا. فأنا حبيت أوجه الكلمة للمنتقدين، الله يخليكم لا تتدخلون في أمور عائلية، أوكي، ولا تطلعون علينا إشاعات. إذا في شيء أو في أي شيء خلاص، دم الصورة وضحت في السوشيال ميديا، في النهاية لما نخلص الموضوع راح تجيكم السوالف. فهمتوا علي؟ فحطوا هذا الشيء في بالكم. أنا أول شيء مو حارم زوجتي من أولادها، في النهاية أطفالي أطفال زوجتي، أنا مو حارم حد، تمام، نفس ما خبرتكم. وبعدين على بنتي هي، لما أنتوا قارين البوست أنتوا فاهمين غلط، قارين البوست غلط. أنا أمس بنفسي نفس ما قلت لكم، كلمت أختي سمر قلت لها كلميها عشان تروح هي بنتي عندها، البنت بعدها صغيرة وما نبي نكبر السوالف، نحن نبي نصلح أمورنا. فنحن كل ما نبي نصلح أمورنا أنتوا اللي قاعدين تتدخلون وليش تسوي. والناس اللي قاعدة تسبني ما نسيتكم، في كثير ناس قاعدة تسبني وقاعدين يتسبون أمي. يعني حتى وصلت فيكم درجة حتى تسبون أمي،